السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الآية الكريمة يخاطب الله جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له سبحانه: قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه ومفوضا إليه، قل اللهم مالك الملك. قيل الملك هو الغلبة، وقيل المال والعبيد، وقيل أو قال بعض المفسرين ورجحه بعضهم أنه اسم عام لما يطلق عليه الملك من غير تخصيص. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي أنت الفعال لما تريد، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية الكريمة رد جل وعلا على كفار قريش، فإن كفار قريش قالوا وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي لماذا ينزل القرآن على محمد ولم ينزل على الوليد ابن مغيرة وهو أكثر جاها وغنى؟ فالله جل وعلا يقول: أهم الخزان لرحمة الله فيعطون النبوة من شاء ويمنعونها عن من شاء، فنحن لنا الحكمة البالغة والحجة القاطعة، كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أي الخير كله في يديك والشر ليس إليك، وإن كان الخير والشر كلاهما بقضاء الله تعالى وقدره، لكن لا يطلق الشر على الله تعالى لا اسما ولا وصفا. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في قيام الليل: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، تأدبا مع الله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد كثيرة، فمن ذلك أولا أن فيها تنبيها وإرشادا إلى شكر نعمة الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، حيث نقل جل وعلا النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، إلى هذا النبي العربي الهاشمي القرشي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله جل وعلا وخصه بخصائص لم يخص بها نبيا ولا رسولا قبله، وأطلعه الله جل وعلا على أحوال الأمم الماضية، وأطلعه الله جل وعلا على حقائق الآخرة، ونشر أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وأعلى دينه على جميع الأديان، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين انتهى. ومن فوائد الآية الكريمة قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، من الفوائد أن العزة لا تطلب إلا من الله، وإنما تطلب بطاعة الله تعالى واجتناب معصيته. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ وقال عمر رضي الله عنه كما في مستدرك الحاكم: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثالثا من فوائد الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك، أن الذل الذي يصيب الإنسان إنما هو بمعصيته لله ورسوله. قال تعالى عن بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. روى الإمام أحمد مسند من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من الذل بقدر معصيته. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: أرأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة للقلوب، وخير لنفسك عصيانها. رابعا من فوائد الآية الكريمة: إثبات قدرة الله تعالى، فهو جل وعلا القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. خامسا أو سادسا وأخيرا: فضل الدعاء وأهميته العظيمة. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يدعون فيقولون: اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالطاعة عز ورفعة، والمعصية ذل وصغار، والمعصية ذل وصغار. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بأي دعاء يبدأ بهذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يدعو بما شاء. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.